ابدي دكتور تفضل. نعم. قبل ما ابدي بس راح ادخل الحضور، اطلق استماره الحضور على جوجل ميت، افعل جوجل كلاس روم. استماره الحضور مفتوحه حاليا. موضوعنا راح يكون عن الليبيد بروفايل. انت اكيد كلكم سامعين بالليبيد بروفايل او قياس مستوى الدهون. اكيد احد من اقاربكم يعمل ما يعرف بفحص الدهن، فهو يكون مجموعه من الفحوصات تحت مسمى الليبيد بروفايل. اولا ايش يشمل لنا الليبيد بروفايل؟ طبعا ايش منه مثل ما قلنا عده اختبارات. اولا عندنا قياس التوتال كوليسترول، طبعا كله بالدم نقيسه. ثانيا قياس التراي جلسيرايد او ما يعرف بالتراي اسايد جلسيرول، نختصره طبعا بالتي جي اس، تراي جلسيرايد اس جمع توتال كوليسترول تي سي. قياس اللو دنسيتي او حساب اللو دنسيتي لايف بروتين كوليسترول. طبعا تعرفون اللو دنسيتي لايف بروتين هو ال دي ال، ونضيف له السي شارحه السي كوليسترول. يعني ايش راح نقيس او نحسب؟ نحسب الكوليسترول الموجود بال LDL، ما نقيس تركيز ال LDL، يعني تفهموها. نحسب تركيز الكوليسترول الموجود بال LDL. القياس الرابع او الفحص الرابع اللي يشمله الليبيد بروفايل هو الهاي دنسيتي لاب بروتين كوليسترول HDLC، يعني قياس تركيز او مستوى الكوليسترول الموجود بال HDL. الحساب الاخر هو نن هاي دنسيتي لايف بروتين كوليسترول، نن اتش دي ال كوليسترول. يعني راح نقيس الكوليسترول او نحسب الكوليسترول الموجود كل اللايف بروتين ما عدا الاتش دي ال، فايش قلنا نن هاي دنسيتي لايف بروتين كوليسترول. واخيرا اثيروجينيك اندكس، راح نتناول ان شاء الله بالتفصيل واحده ورا الاخرى. صوتي حيصلكم واضح يعني؟ واضح دكتور. نبدأ بالتوتال كوليسترول. أول فحص. من يقلل الكوليسترول بالدم وين موجود؟ طبعاً هو موجود ضمن اللايف بروتين، كلنا نعرف يعني هو ليبت سوليبل. بس إيه ما اللايف بروتين تحملنا الكوليسترول؟ وأخذناها محاضرة النظر يهم. لما أقول توتال يعني كلي، يعني كل الكوليسترول وين موجود بإيه ما اللايف بروتين؟ صورة رئيسية. دكتور ال LDL؟ نعم. LDL صح، VLDL لأنه يخرج من الليبر محمل بالتراجلسيرايد ومع الكوليسترول وينتهي بتكوين LDL. وكذلك بال HDL. فإذا لما أقول توتال كوليسترول شو يشمل لنا؟ يشمل لنا قياس الكوليسترول الموجود بال LDL وال VLDL وال HDL. من اسمه توتال. طبعا نحن كلنا نعرف ان المين سورس اوف كوليسترول فروم ذا سينثيسيس، واخذناها. قلنا السينثيسيس يكون اكثر من الدايت سورس. مثل ما ذكرنا الان انه ان ذا بلاد ترافلز از لايف بروتين كوليسترول، يعني ما موجود كحول لانه ليبيد سوليبل. فاذا موجود بال LDL بال HDL بال VLDL، فايش راح نقيس؟ راح نقيس مجموع تركيز الكوليسترول بال LDL والكوليسترول بال HDL والكوليسترول بال VLDL. بنسميه التوتال الكلي. طبعا الكوليسترول موجود بال LDL مثلا حوالي 60-70% من التوتال كوليسترول اللي هو اكثر نسبه طبعا. والكوليسترول الموجود بال HDL خلناه بالمحاضره يعني مثلا 20-30% من التوتال كوليسترول، بينما الكوليسترول الموجود بال VLDL يمثل حوالي 10-15% من التوتال كوليسترول. فنحن راح نقيس الكوليسترول الموجود بهاللايف بروتينز هذه اللي هي ال LDL وال HDL وال VLDL، سميناه التوتال. النقطة المهمة لما قيست توتال كوليسترول خليها بعنا انه not much altered following meal. يعني لما قيست التوتال كوليسترول ما راح يتأثر كثير بوجود او عدم وجود او يعني عدم تناول غذاء وعدم تناول غذاء. تناول غذاء وعدم تناول غذاء. يعني ايش معناته؟ يعني واحد اذا جاء ماكل اطيق اعمل له توتال كوليسترول ولا ما اطيق؟
من يجاوبني؟ ايه اي عادي راي ابدا. نعم عادي عادي. عادي. انت ب 70 فحص الدهون لازم المريض يصوم يعني حوالي 10 الى 14 ساعه. اما اذا غاد طبعا فحص الدهون اخذناه عدينا له بينه 6 ايتمز. ولكن لو المريض فقط جانا المختبر او جار الطبيب قال له اريد بس توتال كوليسترول، ما حاجه الطبيب يقول له انه لازم تصوم مباشره، يعمل فحص ما عنده مشكله. يعني نوت ماتش التر، يعني حتى اللي يتاثر شيء بسيط ما ياثر عندي. فولوينج وين هاو ايفر ات افكتد باي اتش، شافوا انه اتس فاليو رايزز وذ ايج. طبعا اشخاص ما يزيد تقدم العمر طردي تناسب طردي يبدا الكوليسترول يزداد. 6 ان بريمي بوزر وومن عادي يكون لور ذان مين افتر مينوبوز ايكوال، يعني يبقى نفسه بالميل والفيميلز. بيفور مينوبوز يعني نبريك من الوتر وومن الى حد ال 45 50 سنه انه دائما يكون بالفيميل اقل من الميل. ليش؟ لانه عندهم هرمون استروجين يقلل من الكوليسترول. بس مينوبوز طبعا يتوقف انتاج الاستروجين بالاوفري فالكوليسترول يرتفع يصل حد الميل. الشيء الثالث الريت، شافوا انه هاير فاليو اوف توتال كوليسترول occurs in North European populations يعني بالساكنين أوروبا الشمالية. فهل العوامل تأثر على الكسر أكثر من تأثير الدايت؟ فمثل ما قلنا نعيد أن الدايت ما له تأثير القد، فممكن نعمله on random sample. شو نعمل interpretation of the result؟ يعني شو نفسر النتيجة؟ جاك مريض فعمل فحص كوليسترول، ايش راح تقول؟ أنت طبيب لازم تفحص كله، مو بس احنا ناخذ فحص مختبر لازم يعني اطباء لازم تعرفون شلون تفسرون النتيجه. لو جت النتيجه اقل من 200 ملي جرام بير ديسيتر تعتبر ديزايربل يعني ملائم، قول له اوكي. اذا كانت هاير اور ايكوال ذان 240 ملي جرام بير ديسيتر يعني اكثر او يساوي 240 ملي جرام بير ديسيتر تعتبر هاي. اما اذا كانت بين ال 200 يعني بين هالديزايربل والهاي بين ال 200 الى 239 ملي جرام بير ديسيتر تعتبر بوردر لاين هاي، يعني مثل ما اقول على الحيط. احنا ما نقول نورمال، قبل كانوا يقولون نورمال لل 240 او 250 هسه نقصوه الى 200. ليش؟ انه المريض بين 239 هذا خطر، ممكن يزداد عنده اكثر من 240 يصير حد الهاي. فنحن نقول له انه انت دير بالك من نفسك، قيد بالطعام بهريز الى اخره حتى ينزله جوا ال 200. اما من نقول له طبيعي راح يبدي يمد بالاكل اكثر، راح يمكن يرتفع عنده اكثر وقت. فاذا هذه هي الانتربريتيشن اوف ذا ريزلت، شلون نتعامل معني. فمثلا نجيب لكم سؤال نقول لكم patient what do you tell to the patient have total cholesterol result مثلا قال لك 220 ملي جرام بير ديسيتر، راح تقول لي انه راح اقول له مثلا he's on a borderline high and he should reduce his fat diet وهكذا. هايبر كوليسترولميا يعني زياده الكوليسترول بالدم برايمري اور سكندري. برايمري يعني اخذناه نحن حتى بالمحاضرات انه مجهول السبب، عاده يكون هيريديتري مع انفايرمنتال. يعني تشوفون اكو عوائل عندهم مثلا فاميليا هايبر كوليسترولميا بس ما تظهر بكل العائله، يعني اخ عنده الاخ مثلا ما عنده. شنو اللي يخليها تظهر؟ انه الدايت مع هالدايت يعني يسموها بوليجينيك فاكتور، يعني عامل وراثي مع عامل غذائي. اللي ياكل دهن وعنده استعداد وراثي ممكن يصير عنده هايبر كوليسترولميا بالعائله. اللي اخوه مثلا ما ياكل دهون بس هم عنده استعداد وراثي بس ما يصير عنده. يعني هي عاده تكون بوليجينيك، يعني عامل انفايرمنتال زائد جينيتيك فاكتور مثل الدايابيتس نفس الحاله. اور كود بي سكندري، يعني اكو اسباب معينه تؤدي الى الهايبر كوليسترولميا. اهم عندنا نيفروتيك سيندروم اخذناه بالنظري، هايبوثايرويدزم، obstructive jaundice and diabetes mellitus. كل هالامور تؤدينا الى هايبركوستريميا. موجوده تفسير عندكم بالمحاضره النظري. بس الاوبستركتيف جوندس انه سببها من يقلي ليش بالاوبستركتيف؟ ايش معنى اوبستركتيف جوندس؟ مين يقلي؟ ايش معنى جوندس؟ دكتور ابو صفار. ابو صفار؟ اوبستركتيف، اوبستركتيف يعني من اوبستركشن يعني انسداد، يعني اليرقان الانسداد يسمونه باللغه العربيه.
ايش معنى إرهاق الانسداد؟ يعني البايل داكت راح تنسد بسبب معين. تعرفون ان تباي تطلع من جول بلادر وتدخل كمان بايل داكت. البايل داكت وذا كمان بايل داكت او هيباتيك داكت راح تنسد. شنو يسده؟ مرات ستون. ستون من جول بلادر تنزل تسده. مرات السي اي كارسينوم اوف ذا هيد اوف بانكرياس، تعرفون بالاناتومي البنكرياس موجود بالكيرف اوف ديودينوم. فاذا المريض عنده كارسينوم اوف ذا هيد اوف بانكرياس راح يتضخم الهيد اوف ذا بانكرياس فراح يضغط على البايل داكت يسده. هاي يعني اهم الاسباب. ايش راح يصير عند المريض؟ راح يبدا الكوليسترول يرتفع. ليش يرتفع الكوليسترول؟ مين يخليه؟ طبعا يصير عنده اصفار لان البيروبين يزداد بالدم، بس يعني انا احكي على الكوليسترول، ليش عنده هايبر كوليسترولمية؟ دكتور ما احس اكسكريشن؟ بالضبط. احنا قلنا only the way for of cholesterol for excretion is through the bile duct، يعني through the liver bile duct to the intestine. اذا سدت ما حيصير عنده اكسكريشن، فيبدا شوي شوي يصحد الدم، بس عنده هايبر كوليسترول. اكو سؤال حدوني؟ وضحتكم؟ صوتي واضح؟ واضح دكتور. واضح دكتور. هسه ناخذ الميجرمنت، احنا شو راح نقيسه مختبر. راح اعطيكم هسه حاليا البرنسبل اوف ميجرمنت، البروسيجر اجلها درس العملي نشرحه. يعني يوم الاثنين ان شاء الله. البرنسبل اوف ميجرمنت احنا راح نقيس الكوليسترول، توتال كوليسترول. اول شيء خلي ببالنا الكوليسترول موجود بالدم، قسم منه يكون فري كوليسترول وقسم منه يكون كوليسترول ايستر. نعرف شنو الفرق بين الفري كوليسترول والكوليسترول ايستر. الكوليسترول الكوليسترول ايستر يعني اتاش معانه فاتي اسيد. يعني ات بوزيشن نمبر 3 عندنا عاده بالستركشر اوف كوليسترول او اتش هيدروكسي جروب. راح يدخل مكانه فاتي اسيد فيسمينه كوليسترول ايستر. اول عمليه انه حنحول الكوليسترول ايستر الى فري كوليسترول. يعني راح نجعل انه الكوليسترول موجود بالسامبل او بلاد اللي سحبناه من المريض كله يكون بشكل فري كوليسترول، لان قلنا قسم منه فري قسم منه ايستر كوليسترول ايستر. بنحول الكوليسترول ايستر الى فري فهتجعله كله فري. فاول انزيم هو كوليسترول ايستريز، من اسمه ايستريز راح يحولنا الكوليسترول ايستر الى فري كوليسترول. طبعا راح يتحرر مثل ما قلنا الفاتي اسيد، الفري فاتي اسيد اللي هو بالاصل كان اتاشت بكوليسترول ايستر. الخطوه الثانيه انه فري كوليسترول وذ اوكسجين in the presence of cholesterol oxidase enzyme من اسمه كمان oxidation يتحول الكوليسترول الى كوليستينون plus هيدروجين بيروكسيد H2O2. ال H2O2 الخطوه الثالثه راح تتفاعل مع الفينول زائدا 4 امينو انتي بايرين in the presence of peroxidase enzyme راح تنطينا داي نسميها كوينونيماين داي يكون لونه بينك طبعا ود ووتر. نحن اللي يهمنا هذه الداي بينك اللي راح نقيسها باي سبكتروفوتيميتر. طبعا تعرفون السبكتروفوتيميتر قياس لوني يعني امتصاصيه تعتمد على اللون. فراح نقيس هالبينك كلر. لو كان الكوليسترول عندنا عيري شو نتوقع باللون الكوينونيماين داي يكون البينك مالته؟ اعلى يعني اعمق ولا اخف؟ دارك بينك يكون طبعا دارك. اما اذا كان لو راح يكون فينت بينك كلر. وتعرفون ايش يكون اللون اعمق؟ راح يكون ابزوربنس. ما شو راح يكون ابزوربنس بالسبكتروفوتوميتر قراءه الجهاز يعني هاي اعلى بالضبط يكون تركيز اعلى. وبالطريقه راح نحسب تركيز الكوليسترول. طبعا فاذا احتجنا لاما انزيمات احتجنا اولا بالتسلسل كوليسترول استريس ومن ثم كوليسترول اوكسيديز واخيرا بيروكسيديز حتى نحصل على الكوينوماين داي اللي تكون بينك كلر ونقيسها. طبعا عاده نقيسها على طول موجه حوالي 500 نانومتر. يعني لونها راح يكون وردي مثل لون الجلوكوز اللي اشتغلتهم بالمخ. طبعا الكتل يجي بهالشكل هذا بالضبط، هو نفس الكتل اللي عندنا بالمختبر حاليا. شوفوا ايش راح يجي، يجينا ستاندرد، هذا العلبه الصغيره ستاندرد. يجينا هاي العلب كله طبعا هاي مشابهه واحده مثل الاخرى
يا دبليو عاده تكون نسميه البفر. ويجينا هالعلبه الصغيره اللي بيها انزيمز، يعني ايش بيها؟ اما انزيمز بيها هالانزيمات الثانيه. عاده الشركه ما تخلط البفر مع الانزيم، ليش؟ لانه من خلط البفر مع الانزيم راح يحسب لك اكسباير ديت وقريب. فنحن من نفتح العلبه راح نخلط هالانزيم مع هالبفر فنحصل على الريجنت او وركينج ريجنت اللي نعمل بيه. فاذا الوركينج ريجنت راح يحملنا هذه الانزيمات هذه، فلما نضيف السامبل راح يتفاعل معنا بالخطوات هذه، اخيرا يكوننا البينك كلر اللي هي اوبتيمال ماين. هذه البروسيجر طريقه العمل. راح نشرحها ان شاء الله بالدرس العملي، بس هسه اهم شيء تعرفون البرنسبل. هي تنفع نفس الطريقه، هي بلانك وستاندرد وتست. شوفوا الكلر ايش راح يطلع لنا، اما فينت بينك اشخاص اعمق مثل ما قال زميلكم راح يكون ابزور بس اعلى. شلون نحسب؟ الحساب هم سهل، يكون المعادله المعروفه كل من بدايه السنه انه ابزوربس اوف تيست تقسيم ابزوربس اوف ستاندرد في تركيز ستاندرد. تركيز ستاندرد عاده يجينا مع الشركه هو 200 ملي جرام. وطبعا بالمناسبه عاده الشركات تعمل ستاندرد قريب من الحد الطبيعي، نحن هسه قبل شوي قلنا ديزايربل اقل من 200، فدائما يعملونه بهالمستوى ده. تكون رادعه صح. لو ردنا نحول من ملي جرام بل ستر الى ملي مول بل لتر الوحدات العالميه راح نقسم على 38.7. يعني لو كان عندي مثلا 200 طلع النتيجه اقسمها على 38.17 طلع لي بالملي مول بل لتر، وبالعكس لو احول من ملي مول بل لتر الى ملي جرام بل ستر راح اضرب في 38.17. اكو استفسار على هذا الموضوع؟ سؤال يعني؟ صوت واضح؟ واضح دكتور. الفحص الثاني هو التراي جلسيرايز، هم طبعا من الدم او يسمونه تراي اسايل جلسيرول. خلينا نرمز له بالتي جي اس. انه هي مجموعه انواع من التراي جلسيرايز عندنا حسب الفاتي اسيد اتاش تو جلسيرول. فنجمعها نقول تراي اسايل جلسيرول، تراي اسايل جلسيرول جلسيرولز او نقول تراي جلسيرايدز جمع. نيجي نقارن بين التوتال كوليسترول. التوتال كوليسترول عاده يكون هم يعني من الدايت واقل من المستديز. هون يكون مين سورس فروم ذا دايت، يعني هذه الشحوم الثلاثيه عاده بالغذاء موجوده اكثر شيء وهي المصدر الرئيسي للجسم. حاليا نعتبره از اي مهم اندبندنت كورونين هارد ديزيز سبيسيفيك فاكتور. ايش معنى هذا؟ يعني يعني يعتبرونه كريسك فاكتور، عامل خطوره هذه الاصابات القلبيه كعامل مستقل للخطوره. قبل ايش كانوا يقولون؟ يعني قبل ايش لما يجي مريض عنده تراي جلسيرايد عالي طبيب يبعثه بقيه الفحوصات كوليسترول. لو كان كوليسترول طبيعي يقول له ما مشكله تراي جلسيرايد ما يعتبر ريسك فاكتور، الا لما يزداد الكوليسترول يعتبرونه ريسك فاكتور. حاليا لا، لو كان كل الفحوصات طبيعيه ما لفت بروفايل فقط تراي جلسيرايد عند المريض عيلي يعتبر كريسك فاكتور، يعني اندبندنت مستقل بحد ذاته ما له علاقه بالبقيه. طبعا موجود باللايف بروتين عاده عند طبعا لانه هو ليبر سوليبل. من يقليه اي لايف بروتين تحملنا تراي جلسيرايدز صوره رئيسيه. في ال دي ال؟ نعم. وبعد بيض ديالو مصدره قلنا الليفر مينلي. الكايلومكرين. فروم ذا دايت يعني فروم ذا انتستين. البيض ديالو الكايلومكرين. نخلي بالنا وجبناتهم وسالوا الامتحان انه الكايلومكرين نوت بريزنت ان ذا فاستنج ستيت. ما موجود في الفاستنج، يعني المريض صايم ما راح يكون عند ما حيتكون عنده كايلومكرين. ليش؟ لانه الكايلومكرين يتكون من انتستين، اذا ماكو غذاء ما حيتكون. فمن واحد يبقى يعني لو اقل لك اقل كم انه المريض او اون رادم سامبل. من راح من التراي جلسيرايد؟ من يجاوبني؟ في ال دي ال. وبعد راندوم سامبل. اثنين او بوست براند يعني بعد الاكل. اما لو قلت لكم فاستنج سامبل ما عندنا كلمه كلوب فتبقى الفي ال دي ال. الفي
ما يقدر يسوي هذا الليفل انت بلاد هم شوز فاريشن ود ايج اند سكس يعني مثل كوليسترول بس اقل من كوليسترول الفاريشن هذا بالايج والسكس but more especially important with diet يعني شو فاريشن ود دايت بينما ايش قلنا على الكوليسترول تذكرون not much affected by the diet قلنا ممكن نعمله اون راندوم سامبل هنا عندنا مشكله انه especially affected with diet يعني بالغذاء بالاكل يتاثر ولذلك لازم ايش نعمله on fasting state يعني لازم نقول للمريض صوم يعني لو قلنا نعمل تريجلسيرايد لازم المريض يصوم 10 الى 14 ساعه اما لو قلنا وحده كوليسترول وحده اكيد بوحده توتال كوليسترول ما يحتاج الصوم يعني ممكن نعمله راندوم سام زي ما قلنا ليش افكتد باي ذا دايت دكتور يعني كان مايكروم بالانتستين نعم كان مايكروم بالانتستين فنحن يعني مريض لو اكل مثلا اكل دهينه كثير كان مايكروم حيزداد وبالتالي الترايجلسيرايد بالدم راح يزداد لو اكل اكل اقل يعني راح اقل كلامك لو صام راح يكون اقل ماكو كلامك مثلا فصا ايش يعني فاريشن وذ دايت فنحن حتى نتجنب هاي المشكله لازم نقول للمريض صوم حتى نمحي تاثير الكلام قال منه البي ال دي حتى يعكس لنا الصوره الحقيقيه او المستوى الحقيقي للترايجلسيرايد موجود بالجسم تعرفون انتم البي ال دي ال مصدره اندوجينس عاده يعني مينلي from the liver بينطينا الصوره الحقيقيه لمستوى التريجلسيرايد موجوده بالدم اما لو اقول له راندوم سامبل لا واحد يروح ياكل اكل دهينه يعمل فحص يطلع عالي بس هو يجوز ما عنده تريجلسيرايد عالي فانا ليش ادخل المريض معه واقول له انت عندك ريسك فاكتور وما عنده مشكله فامحي تاثير الكالماكرون فاتجه نحو الفاستنج سامبل النقطة المهمة الثانية خليها بالنا بالترايجلسيرايد هالحكي انه interpretation of single result is not dependable because of the presence of what's called within individual variation. Within individual variation تقول variation يعني اختلافات. Within individual يعني من نفس الشخص اكو variation بمستوى الترايجلسيرايد بين يوم واخر. حتى لو كان بالفاستنج زين حتى لو محانا جاي ماكرون وبقانا البي ال دي ال هم ممكن يساعدنا variation. الفاريشن ممكن يحدث بسبب انه المستوى التراجلسيرايد بالليفر تعرفون يخرج تراجلسيرايد عن طريق الفي ال دي ال يعني يتصدر من الليفر والشيء الثاني الفي ال دي ال نخلي بالنا انه قسم منه يتكون من الانتستين فممكن يساعدنا فاريشن ويذن انديفيدوال فاريشن يعني ويذن انديفيدوال يعني ومن نفس الشخص فنحن شلون نحل هاي المشكله؟ الحل هاي المشكله انه نقول انه سنجل ريزلت از نوت ديبندبل يعني ما ممكن انه مريض يجيك فحص واحد مره فحص بالمختبر تراجلسيرايد طلع عنده عالي تقول له انت عندك تراجلسيرايد عالي لا لازم نعمل له ثلاث فحوصات على الاقل بين فحص وفحص ما لا يقل عن انترفال يعني حوالي اسبوع طبعا تحت نفس الظروف ثلاث فحوصات شلون تحت نفس الظروف؟ هم يكون فاستنج والمفضل يكون بنفس المختبر وبنفس الوقت لانه عندنا هم حتى دايرن الفاريشن موجود كل فحوصات الدميه مثلا عمله بتسعة الصبح بمختبر اكس بعد اسبوع اقول له عيدهم الساعه 9 الصبح هم تكون فاصل نفس الحاله هم بمختبر اكس حتى اتجنب الفاريشن بالمختبرات طبعا هم نفس الصوم ونفس الظروف ونفس الامور كلها بعد ما احصل على ثلاث فحوصات اخذ معدل المجموعه مقسم على ثلاثه اطلع المين مالتهم هذا يعتبر ديبندبل اما سنجل ريزلت خليه بالنا خاصه اذا جانا مستوى عالي وخاصه اذا كان بوردر لاين ما يعني ما نعطي راس القرار لا اقول له عيدوا مرتله عيدوا مرتله ونطلع المعدل ولكن الوقت نتخذ القرار كطبيب شلون نفسر النتيجه؟ desirable اقل من 150 ملغ بالسر يعني من اقل من 150 يعتبر desirable ملائم قبل كانوا يعتبرون 200 نزلوه ساعه 150 ليش نزلوه نفسه بالكوليسترول اذا اقل من 200 يعني مثلا 190 قولوا desirable راح يمد بالاكل اكثر بده يرتفع عنده فحاليا desirable اقل من 150 البوردر لاين هاي بين ال 150 الى 199 ملغ بالسر الهاي
بين 200 الى 499 ملغ بلسيتر. اما اما اذا كان اكثر او يساوي 500 ملغ بلسيتر يعتبر فيري هاي. وانا شايف مره مريض 700 ملغ بلسيتر. طبعا السيره ما يبين عنده تيربت. فاذا هذه المستويات الانتربريتيشن اوف ريزلت. الهايبرز تراجلسيرايد من سبب ام برايمري. برايمري عاد تكون فاميليال. قلنا فاميليال واحده ما تظهر حاله من حال هايبركوليسترولميا لازم معاها دايت. يعني فاهم يعرف البوليجينيك اور سكندري تشارد ديزيز خاصه دايابيتس ملايتس واخذناها بالمحاضره. principle of measurement شلون راح يعني مبدا الفحص. طبعا هذا مبدا الفحص طبعا كله مطلوب بعموم الامتحان انه اولا تراجسل حقيس تراجسل موجود بالدم. اولا راح يجينا بالرياجت موجود انزيم اللايبيس. من اسمه اللايبيس راح يحللنا تراجسل الى مكوناتها اللي هي جليسيرول بلس فري فاتي اسيد. الخطوه الاخرى باي ذا اكشن اوف جليسيرول كاينيز من اسمه الكاينيز يعني حيفوت لنا فوسفيت يعني نحتاج الى اي تي بي. فجليسيرول بلس اي تي بي راح ياخذ الفوسفيت من الاي تي بي يتحول لجليسيرول 3 فوسفيت بلس اي دي بي يعني ادينوسين داي فوسفيت لانه فقد كان تراي فوسفيت صار داي فوسفيت يعني الفوسفيت اللي من انعطت من الجليسيرول تحول لجليسيرول 3 فوسفيت. الخطوه الاخرى انه جليسيرول 3 فوسفيت وذ اوكسجين نحتاج الى انزيم يسمينه جليسيرول 3 فوسفيت لان عندنا اوكسجين اوكسيديس انزيم راح يساعدنا اوكسيديشن الجليسيرول 3 فوسفيت يتحول الى ما يعرف بالداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت بلس H2O2. نحن اللي يهمنا H2O2. الخطوه الرابعه تلاحظوا نفس الخطوه بالكوليسترول انه H2O2 بلس فينول بلس 4 امينو انتي بايرين باي ذا اكشن اوف بيروكسيديس انزيم تحلل لنا البيروكسايد يتحول الى H2O ويعطينا الداي اللي هي كوينرماين داي يكون بينك كلر. فإذا تلاحظون انه كل ما ازداد الترايجلسيرايد بالتالي الاتش 2 او 2 راح تزداد وبالتالي البين كلر راح يكون لونه اعمق والابزوربس بالجهاز السبكتروفوتوميتر راح تكون قراءته اعلى وبالعكس. طبعا بما انه نفس الداي فطبعا راح يكون طول الموجي بالقياس نفسه بحوالي 500 نانو متر. فإذا ايش احتجنا بالفحص البرنسبل؟ اول بالتسلسل لايبيس انزيم ثم جليسيرول كاينيز ومن ثم جليسيرول 3 فوسفيت اوكسيديز واخيرا البيروكسيديز اللي هي خطوه مشتركه بينه وبين التوتال كوليسترول. هذا الكت هذا الانجينيوم تراجلسيرايد طبعا نفس الكت اللي عندنا نحن بالمختبر نفس الحاله. شوف هم يجينا بفر ويجينا هذول العلب الاثنين انزيم وعندنا الستاندرد هذا الستاندرد. الشركه مثل ما قلنا ما تخلط البفر مع الانزيم لانه من تخلطه راح يكون اكسبير ديت ماته قريب. فمن نبدا نفتح العلبه نخلط الانزيم مع البفر راح يساعدنا ما يعرف الوركينج ريجنت اللي هو نعمل نشتغل بينه الفحص. فالوركينج ريجنت راح يحوينا على البفر معانه هذه الانزيمات كلها اللي تحولنا بالاخير تعطينا او تعطينا بالاخير الداي البيكتر. البروسيجر قلنا راح نشرحها مع الدرس العملي. الكالكوليشن اوف ريزلت طبعا نفس المعادله الابزوربس اوف تيست تقسيم ابزوربس ستاندرد في تركيز ستاندرد وتركيز ستاندرد هم يعطوا له 200 ملغ بير ديسيتر وعاده قلنا التركيز ستاندرد يكون قريب من نوعا ما بالمستوى الطبيعي او المستوى المتوقع للمريض يعني ما نعطي شركه ما تعمل ستاندرد 2000 ما كلها ما حيطلع عنده تراجس هذا 2000 فعادي يعملون ستاندرد يكون قريب من الطبيعي او الحد المرضي المعقول. حتى نحول من ملي جرام بلسيتر الى ملي مول بلسيتر راح نقسم على 88.5 يعني لو جاني 400 ملي جرام بلسيتر اقسمه على 88.5 راح يطلع لي النتيجه بالملي مول بلسيتر وبالعكس من ملي مول بلسيتر الى ملي جرام بلسيتر راح اضرب في 88.5. اكو سؤال حدوني؟ صوت واضح؟
واضح دكتور. حاليا راح اقول LDL كوليسترول، راح انتقل على HDL كوليسترول، لان حتى لما تاخذونه بالعمليه تكون واضحه. طبعا هاي كل الفحوصات ذكرناها من البدايه انه ضمن الليبيد بروفايل. عندنا الهاي دنسيتي لايب بروتين كوليسترول. وقلنا لما نقول HDL C ما قلنا HDL، قلنا HDL C، يعني راح نقيس الكوليسترول الموجود، تركيز الكوليسترول الموجود فقط بال HDL. وذكرنا نحن بدايه انه الكوليسترول موجود بال HDL، موجود بال LDL، موجود بال VLDL. فهنا راح نقيس الكوليسترول الموجود فقط بال HDL. إذا نعرف ان الكوليسترول العفو ال HDL forms عادة from the liver and directly extend from the intestine. كذلك نعرف المحاضرات انه يعتبر ال HDL protective against atherosclerosis، وعندنا اسباب كثيره موجوده عندكم بالمحاضره ليش يعتبر protective against atherosclerosis. ما عادش ما عادش خلي يكون عيلش خلي يكون افضل. مرات يجينا مريض عنده لو HDL كوليسترول، شنو السبب؟ What are the main factors contribute to low HDL cholesterol concentration؟ أول فاكتور خلينا ببالنا اللي بيت ترايجلسيرايد، قلناها قبل شوية. ترايجلسيرايد من الترتفاع يبدأ ال HDL كوليسترول يبدأ يقل تدريجيا. وإذا قبل كانوا يعتبرون إنه ترايجلسيرايد بحد ذاته ما يعتبرونه ريسك فاكتور، يقول لك من يقلل ال HDL وزيد ال LDL يعتبرون ريسك فاكتور. حاليا قلنا يعتبر بحد ذاته كريس فاكتور. الشيء الثاني الاوبستي. زيدنا من عفوا قللنا من اتش دي ال كوليسترول. الاوبستي تعريفه شنو؟ قبل كانوا يعرفوها على البادي ماس اندكس اللي هو معادلته الويت تقسيم الهاي تربيع بالمتر. وكانوا يقولون الى حد ال 25 بادي ماس اندكس يعتبر نورمال، بين 25 الى 30 يعني لحد ما يصل قبل ما يصل 30 يعتبرونه اوفر ويت، اكثر من 30 يعتبرونه اوبيس. حاليا لا، الاوبستي حاليا يعتبروه على الويست سيركمفرنس يعني محيط الخصر. بالمئة لازم نعرف المريض انه يعتبر اوبيس لو كان الويست سيركمفرنس مالته اكبر او يساوي 102 سنتيمتر، بالفيميل اكبر ويساوي 88 سنتيمتر. ليش يركزون على الويست سيركمفرنس؟ لانه هذا الويست سيركمفرنس يعكس ان الابدومينال اوبستي وهي السبب الرئيسي للامراض، يعني امراض القلب الى اخره، حتى الدايابيتس، لانه واحد تعملنا عده عوامل، من ضمن العوامل تعملها هي تقللنا ال HDL كوليسترول. فيزيكال انكتيفيتي كلنا مرضي لانه يعني قلت الفعاليات الحيويه، ولا تلاحظون اجدادنا ما كان عندهم هالمشاكل الدهنيه هذه، لانه من ناحيه الحركه والسيارات كان المشي اكثر من السياره، عمل امكان يدوي ما كانوا مكاتب وعمل مكتبي، كل هاي الفيزيكال اكتيفيتي تاثر تقللنا من اتش دي ال كوليسترول. سيجاريت سموكينج طبعا، الفيري هاي كربوهيدرات دايت ادينا لزياده العفو قله الاتش دي ال كوليسترول، لو كان الكربوهيدرات بالدايت عندنا اكثر من 60% اوف ذا انرجي انتيك. دايابيتس دراكس خاصه الانابوليك ستيرويدز ياخذوها المرضى، يعني ستيرويدات مركبة الكورتيزون ياخذوها، هذه ممكن تؤدينا الى تقليل من ال HDL كوليسترول. جينيتك فاكتورز طبعا هم تلعب دور في تقليل ال HDL كوليسترول. نجي هسه شلون نتعامل مع مريض جانا نتيجته لل HDL كوليسترول. ال HDL كوليسترول should be above 40 مليغرام بير ديسيلتر ان ميل or 50 مليغرام بير ديسيلتر ان فيمال. يعني جاك مريض ميل ال HDL كوليسترول ما تحققنا اشخاص عيري اشخاص افضل لانه بروتكتيف يعتبر. لو جانا ال HDL كوليسترول ما 30 مليغرام بير ديسيلتر نقول له هذا اقل من الطبيعي، لازم ترفعه على الاقل 40 واعلى، اشخاص اعلى نقول له افضل. بالفيميل ما نرضى باقل من 50، يعني لو جدنا 45 بالميل نرضى، ممكن نرضى لانه اكثر من 40. الفيميل لو جينا 45 ما نرضى، لازم يكون 50 واعلى. principle of measurement شو راح نقيس ال HDL كوليسترول؟ لان ايش راح نقيس؟ يعني ارجع عيده مره اخرى، راح نقيس تركيز الكوليسترول الموجود فقط
بال HDL. نحن الكوليسترول القلبي موجود، من يجاوبني؟ بالدم. بال LDL. وبعد؟ بال HDL. HDL وبعد؟ VLDL. هذول ثلاثتهم لما قيسهم تراكيز الكوليسترول سميناه توتال الكوليسترول. هون ايش راح اقيس؟ راح اقيس فقط الكوليسترول الموجود بال HDL. فلما اقيس الكوليسترول الموجود بال HDL فقط، لازم من ايش اتخلص؟ مين يجاوبني؟ نحن قلنا الكوليسترول موجود بال LDL، VLDL وال HDL. انا اقيس فقط الكوليسترول الموجود بال HDL. فلازم من ايش اتخلص حتى اقيس فقط الكوليسترول الموجود بال HDL؟ LDL و VLDL. بالضبط، لازم اتخلص من LDL وال VLDL حتى يبقى لي فقط ال HDL. شو راح اتخلص منه؟ راح اقيس ال principle method of precipitation and enzymatic method بالتسلسل precipitation ومن ثم enzymatic. طبعا بمناسبة الفحوصات السابقة اللي اخذناها ال principle method total cholesterol triglycerides كلها بها انزيمات، لاحظوا فسموها enzymatic method. فأول عملية لازم أعمل عملية ترسيب. شوفوا هذا التيوب، أخذنا السيرم أو بلازما، رسبنا. شوفوا هذا الراسب، إيش رسبته؟ رسبت الـ LDL والـ VLDL. حتى إيش يبقى لي بالسوبر ناتنت؟ إيش بقى لي هوني؟ HDL. HDL. حتى لما أقيس الكوليسترول فقط عندي بالسيرة، مش بقى لي بالسيرة او بالسوبر نيتد، بقى لي بس HDL. خلصته من LDL والبي ار دي رسبتوه. فاول عمليه لازم ايش عندنا؟ عمليه الايش؟ بريسبيتيشن، ترسيب. ومن ثم نستخدم الانزيماتيك ميثود. فلازم استخدم عامل مرسب حتى ارسب ال LDL والفي ال دي ال. فعاده ال LDL and VL دي ال are precipitated by phosphotangistic acid and magnesium chloride. خليط من الphosphotangistic acid and magnesium chloride راح يرسب لنا بالدم، يرسب لنا ال LDL وال VLDL ويبقي لنا ال HDL. هسه بعد السؤال يقول ليش كي يرسب ال LDL وال VLDL ويبقي لنا ال HDL، مع علم انه ال LDL هو low density يعني المفروض يطوف ما يترسب، والبي ال دي ال بعد فيري لو دنسيتي يعني المفروض بالعكس الاتش دي ال هو يترسب انه هاي دنسيتي. بس ليش رسبنا ال ال دي ال والبي ال دي ال الاثنين اقل دنسيتي من الاتش دي ال؟ السبب انه هذه المواد الفوسفاتنجستيك اسيد اند مغنيسيوم كلورايد راح تتعامل مع مع اللايف بروتينز اللي يحوي على اب بروتين بي. انت بتعرفون الاتش دي ال ما بين اب بروتين بي، بين اي سي اند اي، بينما ال LDL بين كله بروتين بي، ال VLDL بين بروتين بي سي و اي، بين ال VLDL وال LDL اثنين بين بروتين بي. فالفوسفاتنجستيك اسيد والمغنيسيوم كلورايد راح ترسب اي لاي بروتين يحوي على بروتين بي، فبالتالي ايش راح ترسب لنا؟ ال LDL وال VLDL. ايش راح تبقي لنا؟ ال HDL. فال HDL بالسوبر نيتنت ميجرت، يا كنت استعمله بالانزيمات نفس الكت اللي استخدمتونه سابقا لو ارجع علينه الخاص بالايش؟ بالتوتال كوليسترول نفسه هذا الكت التوتال كوليسترول. بس انا ما حقيس التوتال، ليش ما حقيس التوتال؟ لان انا رسبت ال LDL والبي ال دي ال، ايش بقيته؟ ال HDL. فحقيس فقط الكوليسترول الموجود بال HDL يعني رسبتوه من بقية، بس هو نفس الكت لانه يعني هذا الكت مخصص لقياس كوليسترول. اما هنا بالبدايه قصنا التوتال للمره عملنا ترسيب، فقصنا الكوليسترول الموجود كل البروتين ال دي ال في دي ال وال اتش دي ال. من اسرع عندنا الطريقه بريسبتيشن من ثم التسلسل اللي نجي نحكيها ومن ثم انزيماتيك ميثود. نفس الشيء نفس البرنسبل طبعا، هو يتكون لكم من 9 داي بينكلر. يعني لو قلت لك البرنسبل اوف اتش دي ال ميجرمنت راح تحكي لي اول شيء على البرسبتيشن،
ومن ثم تحكي لي على انزيماتك. انزيماتك ايش تحكي عليها؟ نفس البرنسبل اللي اخذناها قبل شويه بالتوتال كوليسترول ميجرمنت. هذا الكت خاص بالترسيب، لاحظوا اسمه بريسبيتنت. فايش بينو؟ بينو عامل مرسب. هذا المرسب طبعا هم نحلله بتست الووتر اللي يحفظ لنا مثل ما قلنا على العامل على المرسبين المواد المرسبه اللي فوسفات الفيستيك اسيد المغنيسيوم كلورايد. طبعا اكو مناسبه كثير اول مرسب، عندنا الهيبارين ومنغنيز يطور عامل مرسب، بس احنا نحكي لكم الشيء الموجود بالكت اللي عندكم هو الفوسفات الفيستيك اسيد المغنيسيوم كلورايد. يجي معانا الستاندرد. ايش تتوقع من تركيز ستاندرد هون؟ حيبقى 200 مثل التوتال كوليسترول لا اقل لا اكثر؟ من يجاوبني؟ قبل شوية قلنا بالتوتال كوليسترول ستاندرد 200، هنا الستاندرد راح يبقى 200 بالحسابات الا اقل الا اكثر؟ احنا قلنا خلينا الريبيتيشن والريزالت، ما قلنا 40 واعلى او 50 واعلى بالفيميل؟ فين ايش راح نتوقع؟ اتوقع يكون اقل. اقل لانه نحن الان قلنا نمشي ضمن الحد يعني اللي نتوقعه بالانسان. فبعض الشركات تعملوا 50. الشركه اللي عندكم اللي راح تقيسون بها رومي. لذلك الترسيب يجي معانو ستاندرد لانه خاص بال HDL، ترسيب معانو ستاندرد. والكت الاخر نستعمله هو التوتال كوليسترول العادي، بس ما راح نستعمل ستاندرد مالته، راح نستعمل هذا الستاندرد اللي هو المي. وقلنا بعض الشركات تكون 50 طبعا، والاصح هو حقيقه المفروض يجي 50 ما 100. هذا بالنسبه لل طبعا البروسيجر راح يكون خطوتين ترسيب. طبعا من قوة ترسيب راح نضيف عامل مرسب وراح نخليه بس الترفيوج التيوب يعني جهاز طرد المركزي حتى يعمل لنا ترسيب للال دي ال والفي ال دي ال. ومن ثم الانزيماتيك ميثود نفس الطريقة راح ناخذها نفس العملية. شلون راح نقيس بالانزيماتيك؟ اعمل ثلاث تيوبات بلاك ستاندر وتست. هسه باقي لنا ال دي ال والنن اتش دي ال والاثيروجين. لو نجي على LDL كوليسترول، كده نعرف LDL كوليسترول يعتبر a major atherogenic lipoprotein. هاي يعني ريسك. كده نعرف انه ايش حيزيد ما مليح. نخلي بالنا هاي النقطة، the relation of elevated LDL cholesterol to coronary heart disease development is a multi-step process beginning early in life. يعني احنا قلنا LDL كوليسترول اخذناه بالمحاضرة عملنا اثيروسكلروسيس يبدي يرسب الدهون، من يزداد خارج طاقه ال LDL ريسبتر على استقباله راح يبدا تاخذ الماكروفيج ترسبه بالاوعيه الدمويه فيبدا الاثيروسكلروسيس. ولكن عمليه بناء الاثيروسكلروسيس تحتاج الى سنوات وسنوات ملتي ستيب بروسيس. يعني ما معناته انه اليوم زاد عند المريض LDL كوليسترول ثاني يصير عنده كورونري هارت ديزيز. تكون كورونا ديزيز يعني تضيق بالاوعيه الدمويه او انسداده بسبب الاثيروم. فهي عمليه بناء تحتاج الى سنوات وسنوات. فاذا هذا يدعو لنا انه نعمل لازم نعمل للاطفال سكرينينج فور LDL كوليسترول. يعني مثلا قبل دخول المدرسه مثلا الدول الاوروبيه حاليا الدول المتقدمه يعملون سكرينينج فور LDL كوليسترول. ليش؟ لو صار شافوا عنده LDL كوليسترول عالي نبدا مرحله علاجه قبل ما الاثيروسكلوسيس تنبني بالسنوات القادمه وتؤدي الى كورونري هارت ديزيز. وانتم بتلاحظون كثير من مجتمعنا انه ينصاب الازمات القلبيه بعمر صغير، يعني بالثلاثينات حتى بالعشرينات بالعمر ينصاب الاصابات القلبيه. ليش؟ هذا معناته انه عنده LDL كوليسترول منذ الطفوله. لو احد اكتشفه وتعالج ما كان يصير عنده هاي المشكله. ولا السكرينينج اعتقد جدا مهمه early in life. يعني من لو نضع مثلا من دخول طالب المدرسه او من دخول على الاقل المتوسطه مثلا
حتى نكتشف الحالات مبكرة قبل ما تنبني الأثيريسكلوروس، قلنا تحتاج إلى سنوات. الشيء الآخر اللي خلينا بالنا إنه الإل دي إل كوليسترول يعتبر كبرايمري جول أوف ليبيد ثيرابي. شنو برايمري جول أوف ليبيد ثيرابي؟ يعني الهدف الأولي لعلاج الدهون. يعني بعبارة أخرى، أنت كطبيب يجيك فحص ليبيد بروفايل بينهم عدة أيتيمز، توتال كوليسترول، إتش دي إل، إل دي إل، تريجليسيرايدز، نان إتش دي إل. أول شيء تضع عينك عينه هو الـ LDL كوليسترول، فنعتبره primary goal of lipid therapy، يعني الهدف الأساسي أو الرئيسي لنا. بالمناسبة الـ LDL كوليسترول نحن راح نحسبه وناقشه حساب. نحن شو راح نحسبه؟ يعني عملية نظرية بسيطة. نقلنا الكوليسترول الموجود HDL LDL LDL. لو قست التوتال كوليسترول الكلي وطرحته منه الكوليسترول الموجود بال VLDL وال HDL، ايش راح يبقى لي؟ يبقى لي فقط الكوليسترول الموجود بال LDL. فهي هي يعني فكرة المعادلة، يسموها فريد وولك فورمولا حسب العالم اللي اكتشفه. فلاحظوا لو غطوا حسبه بالملي جرام بير ديسيلتر ايش يساوي؟ توتال كوليسترول ناقصة بين قوسين، تقول مقول بين قوسين، يعني نطرح من التوتال كوليسترول ما مجموع اللي بين قوسين اللي هي شنو؟ الاتش دي ال كوليسترول المفروض قسطونه معانه تريجليسيرايد تقسيم 5. سامحني يقول منين جت تريجليسيرايد تقسيم 5؟ لما قسم التريجليسيرايد بالملي جرام بالسيتر على 5 حيعطينا القيمة التقريبية لل بي ال دي ال كوليسترول، لأنه شافوا انه يعني بال بي ال دي ال 5 يعني 20% فقط كوليسترول. فانا لما قيس تريجليسيرايد يعني 20% منه يعني تقسيم 5 تعتبر تركيز الكوليسترول الموجود بالفي ال دي ال. في الحاله ايش حصلته من تريجليسيرايد 5؟ حصلت الفي ال دي ال كوليسترول. فايش راح اطرح من توتال كوليسترول؟ اتش دي ال كوليسترول زائد الفي ال دي ال كوليسترول. بس انا ما عندي بي ال دي كوليسترول، حسبتوه حساب تقسيم تريجليسيرايد على 5. طبعا بالمناسبه لازم يكونون كلهم بالملي جرام بير سي. لو قلت احوله على الملي مول بير لتر عندي طريقتين، اما اقيس كل الفحوصات بالملي جرام بير ديسيتر فاقول توتال كوليسترول بالملي مول بير لتر، يعني لازم اقيسهم كل بالملي مول بير لتر، اقول توتال كوليسترول بالملي مول بير لتر ناقصها ما مجموعه الاتش دي ال كوليسترول بالملي مول بير لتر زائدا التريجليسيرايد بالملي مول بير لتر تقسيم 2.2. هون اختلفت ليش؟ لانه صعدنا اختلاف بالوحدات حسب الوزن الجزيئي، بها معادلات يعني نستخرجها شلون الخمسه وشلون تحول الى 2.2. او عندي طريقه اخرى، اطلع ال دي ال كوليسترول بالملي جرام بالسيتر واحوله على ملي مول بير لتر. شلون احوله على ملي مول بير لتر؟ حاله من حالات توتال كوليسترول اقسم على 38.7 اللي اخذناها بالبدايه. او لو طلع عندي بالملي مول بير لتر ال دي ال كوليسترول واحوله على ملي جرام بالسيتر راح اضرب في 38.7. واضحه هوني؟ اكو سؤال حد هوني؟ واضحه دكتور. نعم. حاليا راح نتوقف، يعني هذا بعد ينراد له حكي، عندنا الكوليسترول، عندنا ال اتش دي ال، وعندنا السبيسيمن كولشن، ما ممكن اخلصها بمحاضره واحده. ان شاء الله على المحاضره القادمه نكمل، يعني الاسبوع الجاي ان شاء الله اثنين تاخذون عملي، والاثنين اللي بعده ام راح تاخذون لا هي بس اثنين، اثنين جاي اثنين اللي بعده هناخذ حسابات من عملي شو نحسب، يعني اثنين جاي ان شاء الله اليوم لحد نصور الفيديوهات مال قياس التوتال كوليسترول، قياس الاتش دي ال، قياس التريجليسيرايدز. يوم الاثنين على المجاميع بث الكمية على الجوجل، ما على الزوم، على الجوجل ميت، لأنه راح يدخل مجموعة قليلة يعني ما تتجاوز 50 طالب كل ساعة، ونعيده كل ساعة طبعا إلى آخر مجموعة أعتقد تخلص بثنتين ونص، ونسجل القراءات عندنا. الدرس العملي اللي بعده إن شاء الله يعني اثنين الليالي راح ناخذ الحسابات، شلون نحسب الأبزورب تيست على ستاندرد، في تركيز ستاندرد، نحسب كل واحد وشلون نحسب البقية، يعني قلنا الإرض القصر هو حساب ليس قياس، إن الإرض القصر كذلك حساب ليس قياس.
فاثنين يعني أربعة اللي بعده واحد صادف عيد ما تمام؟ الأربعة اللي بعده؟ إيه دكتور. إيه. فاحتمال الأحد أتكون محاضرتين نظري، إحدى المحاضرات راح أستغل أكمل المادة العملي حتى تكون مهيئين لكل الجوانب، وناخذ طبعاً نظري هم. يعني محاضرة راح ناخذها نكمل هاي المحاضرة، ومحاضرة ناخذ النظري مال الإندوكراين بايوكيمستري أوف إندوكراين، واثنين إن شاء الله ناخذ عملي، ما عدنا أربعة اللي بعده راح ناخذ النظري بالعملي حتى نكمل الموضوع إن شاء الله. الآن أغلق. أكو سؤال؟ حاليا راح أغلق الزوم، أغلق الرابط الميوت، الرابط اللي حط تسجيل الحضور. شكرا لحضور. اهلا وسهلا دكتور. عفوا دكتور بس ما سجلت حضور بعد. سجل.